تم خلال هذا الأسبوع توقيف أحد مروجي المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا مع حجز كمية معتبرة منها. هذه العملية جاءت استنادا لمعلومات استباقية وموثوقة حازتها الفرقة، وضع على إثرها خطة عمل ميدانية مكنت من توقيف هذا المروج بأحد أحياء مدينة قسنطينة، تلاها تفتيش مسكنه العائلي وفق إذن صادر من النيابة المحلية، وهو الإجراء الذي أثمر عن العثور والحجز لما يقارب 3200 قرص من هذا الدواء.